تقول بأنها فتاة وعندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم إنسان وحيوان، هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ نرجو منكم إفادة. المجوهرات التي عليها رسوم حيوان أو إنسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها، لأنها صور مجسمة، والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. والواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه، الواجب عليها أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات، وإذا قطع الرأس زال التحريم، ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تقطع رؤوسها أو تحكها حتى لا يتبين أنه رأس. نعم.